قبل أن نبدأ إخواني الكرام، أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وأن تضعوا لايك للفيديو لتتوصلوا بالجديد إن شاء الله. شنت السلطات الأمنية حملة توقيفات في صفوف السلفيين، إذ كشفت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أنه تم شن حملة اعتقالات في صفوف الإسلاميين في عدد من المدن المغربية كتطوان والعروي وفيقيق وفاس وقرزيف والمحمدية، وتم إطلاق سراح بعضهم بينما ما يزال البعض الآخر رهن الاعتقال. وأعربت اللجنة بحسب ما نشرته صحيفة المساء عن القلق من استمرار هذه الاعتقالات الدورية التي قالت عنها إنها أصبحت عادة تستقبل بها الأجهزة الأمنية شهري يوليوز ودجنبر من كل سنة، معتبرة إن هذه الحملات تنشر القلق بين صفوف الإسلاميين الذين تستهدفهم وتكون في كل مرة بمبررات مختلفة وفق تعبيرها.